الرحمن الرحيم. الرفيق العزيز مولاي إسماعيل العلوي، معالي الأمين العام، الصديق العزيز نبيل بن عبد الله، الإخوة الأعزاء أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، صدقوني أننا بينكم وبهذه المشاعر الصادقة مع فلسطين نشعر بالأمان ونشعر بالإطمئنان رغم كل الظروف الصعبة والعاصفة التي تحيط بفلسطين. نحن بحاجة لكم، بحاجة إلى هذا الصوت الصادر، بحاجة إلى هذا الموقف المتقدم لحزبكم الذي دائماً كان في الطليعة في الدفاع عن قضية فلسطين وعن قضايا الأحرار في العالم. الحرية قيمة إنسانية لا يمكن تجزئتها، لا يمكن التفاوض عليها، لا يمكن منحها لشعب وحرمانها من شعب آخر. الشعب الفلسطيني وقف مع المغرب وكان موحداً في أيام المونديال، كل الشعب الفلسطيني بخلافاته السياسية، بالجغرافية التي يقوم فيها في غزة، بالقدس، بالضفة، في الخارج، وأيضاً وقف حزيناً متضامناً مع زلزال الأحواز وقراءة الفاتحة لأرواح شهدائنا وشهداءكم لأنهم شهداء الإنسانية. ولكن الفرق أن ما يجري في فلسطين النكبة أو الكارثة الجديدة التي تحاول إسرائيل أن توقعها بالشعب الفلسطيني هي بفعل فاعل، بفعل إجرامي، بفعل من يدعون أنهم يمتلكون الحق في تقييم الشعوب الأخرى وأن يضعوا المعايير للإنسانية وللأخلاق ولحقوق الإنسان. أشبعونا بهذه الكلمات، حقوق الطفل وحقوق المرأة، ولكن عندما يصل الأمر بشعبنا الفلسطيني نجد أن هناك انحيازاً تاماً لصالح هذا العدوان. ما يحصل الآن في هذه اللحظات في غزة أنه في كل ساعة يسقط بين شهيد وجريح 50 فلسطينياً، في كل ساعة تدمر 10 أو 20 بناية بكاملها. هناك سياسة الأرض المحروقة لوضع الفلسطينيين أمام خيارات كلها تؤدي إلى موت الفلسطيني. تعددت الأسباب والموت واحد، وإما بالجوع من خلال فرض الحصار، ممنوع المياه، ممنوع الغذاء، ممنوع الدواء، ممنوع الكهرباء، ممنوع الوقود، ممنوع الحركة، وإما بإجبارهم على التهجير القسري الذي رفضه الشعب الفلسطيني ورفضته أمتنا العربية، وإما أن يقتل بالقصف تحت منازلهم. هذه هي الخيارات التي تضعها قوات الاحتلال الإسرائيلي المجرمة أمام 2.3 مليون فلسطيني. ما يجري هو جريمة تطهير عرقي أمام سمع وبصر العالم. والمشكلة أن العالم الحر قال كلمته أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسه. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسه. باقي الشعوب الأخرى ومن ضمنهم الشعب الفلسطيني ليس له الحق في الدفاع عن نفسه. إسرائيل الكيان المجرم فهم الرسالة أنه تفويض وضوء أخضر له بقتل الفلسطينيين، أنه يقتل الفلسطينيين في كل مكان. وكأن التاريخ بدأ بسبعة أكتوبر. تاريخ لم يبدأ بسبعة أكتوبر. تاريخ بدأ بوعد بلفور وجاء بالنكبة عام 1948. ما أشاهد اليوم يذكرني تماماً ويقلقني بما استمعت إليه من أهلي عندما هجروا، من والدي وأهلي عندما هجروا من أراضي فلسطين التاريخية عام 1948. قصفوا بعض القرى، أحرقوها، ارتكبوا مجازر وأجبروا التجمعات السكانية بالمغادرة. غادر نصف المجتمع الفلسطيني فلسطين في 48، حوالي 850 ألف فلسطيني هجروا قسرا. كنت أعتقد وأنا أعد نفسي
متابعا للسياسة أن هذه التجربة لن تكرر، لأن في 48 لم يكن إعلام، لم يكن سوشيال ميديا، لم يكن رقابة على الجرائم. لكن للأسف الشديد في هذه الأيام يكرر نفس السيناريو، ينذر الفلسطينيين بالمغادرة ومن لم يغادر يقصفوه حتى تدمير المكان لإجبارهم على الهجرة مرة أخرى، هذه المرة أمام كاميرات وسمع وبصر كل العالم. نحن نرى أنه في مسؤولية أخلاقية على المجتمع الدولي. كان هناك اجتماع بالقاهرة دعت له مصر مشكورة، وحاول الاجتماع فقط أن يوقف العدوان، أن يصدر ببيان لوقف العدوان، وأن يدخل مساعدات إنسانية ضرورية للإغاثة لإنقاذ حياة الناس في غزة. للأسف الشديد لم ينجح في إصدار هذا البيان، لأن الدول التي تدعي الديمقراطية واحتكارها لمراقبة حقوق الإنسان رفضت ذلك وقالت وعادت لنفس المقولة أن لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها، ويعني تدمير المجتمع الفلسطيني وتهجيره وقتله. نحن نقول أن الشعب الفلسطيني كما قال الرئيس أبو مازن في القاهرة لن نرحل هذه المرة، الشعب الفلسطيني لن يرحل. وأنا شفت بمقاطع فيديو من أهلنا هناك، دمرت البناية وقتلت العائلة وبقي بعض أفرادها، وقالوا أيضا لن نغادر بيوتنا. تريدوا أن تقتلوننا اقتلونا، ولكن لن نغادر فلسطين. والشعب الفلسطيني أمام خيارين، إما أن ينجح المشروع الصهيوني، وهذا المشروع قائم قبل 7 أكتوبر حتى لا يضللون العالم وأن هناك إرهاب ومدنيين إسرائيليين قتلوا. طب وماذا مع المدنيين الفلسطينيين؟ الجامعة العربية اجتمعوا، وزراء الخارجية ممكن يرضي البعض أو لا يرضي، ولكن قالوا نحن ضد المساس بالمدنيين من الجانبين، وبعد ذلك قالوا يجب وقف إطلاق النار، وبعد ذلك يجب أن نذهب إلى مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال. جوهر المشكلة بوجود الاحتلال، نحن أمام مفترق طرق. إذا نجح المشروع الصهيوني لا سمح الله يريد تصفية القضية الفلسطينية، وهذه الحكومة الإسرائيلية المجرمة وهي الأسوأ في تاريخ إسرائيل، وهي التي قطعت من الغرب حتى، فيها وزراء طرحوا على الفلسطينيين علناً أن أمام الفلسطيني 3 خيارات: الخيار الأول أن يهاجر ونحن سنسهل له مهمة الهجرة، الخيار الثاني أن يقبل أن يكون عبداً بمعنى كلمة، لأن شكراً لشبيبة الحزب وللحزب ولهذه المشاعر. أراد أن يضع الفلسطينيين أمام خيارات 3: إما الهجرة، وإما أن يكونوا عبيد قييم. القييم الغرباء إحدى تفسيرات التوراة المزورة، وإما أن يقتلوا إذا قاوموا أن يقتلوا. هذا معلن، وضعوا بكتابه ووزعوا والعالم كله اطلع عليه، وهو وزير إسرائيلي ذهب بزيارة إلى أوروبا ووضع خارطة لم يضع فيها خارطة الأردن، عاد إلى المشروع الصهيوني أن إسرائيل من النهر إلى البحر. نتنياهو قبل 7 أكتوبر وضع في الأمم المتحدة خارطة لم يشر خارطة الزرقاء إلى فلسطين. إذن هذا هو مشروعهم ألا يروا فلسطيني واحد على قيد الحياة،